هذا البرنامج برعاية أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من موناليزا. حلقتنا لليوم باش تكون أمبو سبيسيال. كما قلنا الأسبوع اللي فات، حلقة لليوم باش تكون سبيسيال ستار، والستار متاعنا اللي باش نبدأو به اليوم هو أيمن لسيق. اخترنا أنه نتوجهه للمكان اللي هو ترعرع فيه، مدينة المستير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من موناليزا. حلقتنا لليوم إلي أمبو سبيسيال خاطر ضيفنا اليوم والكونديدا متاعنا لو شانتور لو تالونتيو شانتور دايور أيمن لسيق. عسلامة أيمن. أهلا وسهلا بكم. شنو أحوالك؟ الحمد لله. سي أن بليزير دو تافوار فارمي نو. يعيشك لالا، بليزير بور موا. يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحيه، يا قصص عم تكتب أسامينا. اسلم لي جمالك أنا ما بيخطر على البال، شو بحبك أنا شي فوق الخيال، جمالك يا غالي صبرك علي رح علينا تسهر بك، وإن شاء الله إن شاء الله يحميك الرب. أنا قلبي معذب في هواك حبيبي، وإنت دوم ناسيني ناسي هواي، الله معاي أسألك بالله لدوم جفيني. أنا بطمن عليك وبقى تطمن عليا، أنا ليا مين غيرك في الدنيا دي؟ يا مزري حل البيبان حل البيبان، وعرضني وفرح بيا، وانا جيتك يا سلطان اه يا سلطان صلى الحاجة مقضية. الو حكينا شوية عليك، شلون تغوتخوف اجوردي ايسي؟ بون التصوير بيان سور عن ليفينمون اللي هو سيدي المازر اللي نحن توا بحداه قاعدين نصوروا هنايا. سمعت فما ايفينمون وانت بتشارك بيه اليوم؟ نورمالمون ان شاء الله، ويمكن زاد ناخذوا منه حاجه بوتيت باش نصوروا كليب ولا حاجه، دونك بون خليوها الحكايه توا سوربريز يمكن ان شاء الله للعباد. احكي لنا شويه على السينجل نتاعك. يا مازري حل البيبان اغنيه ريبريز هي سي بوغ سا احنا اون سو تروف ايسي. فوالا معموله لولي صالح هذا اللي هو سيدي المازري موجود بحدانا، دونك فوالا في مستير. غنية قديمة برشا بيان سور، دونك عاودناها توزيع جديد مودرن 2016، معناها لارانجور اللي هو فورات بيان سور زاد المجموعة تاعي. فوالا وحضرت الغنية وهبطت في الراديو الكل توا موجودة هي. باش تفيليسيت الوغ. عايشة. تفيليسيت. احنا باش نزيدو نشجعو دايوغ، نصحى افيك توا سو سواغ باش نصورو معاك زاد شوية، ويون تونكوراج اونكور بلوس. اليوم اخترنا أيمن لسيق، أيمن لسيق كيما قاعدين نشوفو إلا ديجا سون بروبر ستيل، مي افيك موا حبيت كوميم نعملو اون بوتيت توش. شقاولك؟ Une mise en beauté. On va commencer avec Dr. Hedy Blajouza pour avoir une bonne mine, Aymen, pour ce soir. D'accord. Demain, à tout de suite. Le relooking حاجة مهمة في كارير الفنان. النجاح متاعو يكمن في الصوت في الحضور، لكن le relooking لهوته بنفسه مهمة زادة. عسلامة دكتور. عسلامة. شنو أحوالك؟ صافا؟ الحمد لله. لاباس. اليوم معنا لو شانتور أيمن لسيق. مرحبا بي. وكيما تعرف كونت اون دي شانتور اون دي توجور يفا يتخ معناها اون بون مين رايونون اي تو سا. رايونون اي تو سا يعطيك الصحة. خممت باش نعملو ان بو دو ميزو. Pourquoi pas. Un de événement ce soir. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, nous allons faire un peu de miso. Quand je vois des rides d'expression, voilà. Ça commence à être bien dessiné. Donc, quand je fais des injections de toxines botuliques, ça sera bien. Hein. C'est ça. Oui. Voilà.
باي سي توكسين بوتوليك هذه بون سي برودوي ناتوريل ما عرف سي توكسين معناها تتحط في وسط المسكوت وتنهي توسكي ريد ديكسبرسيون اكل ريد وقت نتحرك ونعمل بوكو دي غريماس ترى البو تتحفر فهم تظهر لي ريد دونك توكسين بوتوليك هذه تنقص من الموفمون تاع المسكوت دو فاصون اللي لي ريد ما عادش تشافو مالوغوزمون ما تقعدش بلوس كو 4 6 mois ماكسيموم فهمت دونك الفو لا رينوفلي تو لي 2 3 فوا بار اون جينيرالمون داكور لا ويا ان ايفينمون يا ان تروك Donc pour les problèmes de santé, normalement elle n'a pas donné de problèmes de santé. Bon, il faut l'éviter pour les femmes enceintes ou qui allaitent par précaution. Je vais vous donner quelques exemples, je vais vous donner Donc la toxine botulique qui m'a dit que tu as par l'injection seringue insuline, je vais vous donner une crème anesthésiante, je vais vous donner une dague, mais bon, mais toujours je vais vous Sinon, tu as dit que les rides d'expression, tout ce qui est rides d'expression, feu le front, elle est en train de sourire, ou kiff kiff. تضحك دونك يا بلو دو ريد ديكسبرسيون وهنا كيف كيف نقولوا احنا الريد دو ليون هذه بارتي لوستانيه من هنا كيف كيف وبالنسبه للميزو ماذا بينا زيد نفهموا شويه ايمن دو كوا اي ساجي يعني قلت له انا دي فيتامين مي بون سون لا ميزوثيرابي سي لانجيكسيون معناها في وسط الجلده كوكتيل دو فيتامين بليزيور فيتامين على فوا دونك شي كي بيرميت لا ريجينيراسيون تاع السيلول رابيدمون وتعطيك فيها تاع فيتامين او وليفي ايميديا ليفي لي ايميديا تعطي bien être une bonne mine فهمت و الوقت قداش تقعد معناها الدوري نتاعها faut la renouveler tous les mois généralement hein. tous les mois il faut la renouveler mais c'est parfait معناها pour un événement ou un concert يبدا عندك c'est des choses une bonne mine pas une bonne mine ben mais كان هكا الدكتور en passe تعديو كما غادي نشوفوا سي دي بيتي بوين لي دكتور يعملهم pour pouvoir injecter le produit نتاعو بالحرفيه كالعاده دكتور بلعجوزة ما ينجم يعمل كان حاجه حلوه اللي باش تعكس على وجه الفنان لليوم ايمن لسيق انا شفته دكتور باش نتعديو دوزيام بارتي ودايور شفتك خرجت سي كوا كابيو هذا الكابيو سي ان برودوي نتا كوس سيرجوري لابوراتوار فيه لا ميزوثيرابي سي ان كوكتيل دو بليزيور فيتامين وزيدين لاسيد هيالورونيك بور اون بون هيدراتاسيون للبو فهم دو لانتيريور دونك سي ان نوفيل ميثود ولا سا ستابيليز لو برودوي لي فيتامين يقعدوا اكثر في الوجه اون بلوس سا هيدرات انورميمون دونك سي تري بيان وكيما قلنا قبيله هذه نجمو نعملوها تو مومون ا تو مومون وي الفو لا رينوفلي تو لي موا كنحبوا فهمت مي سينون سي توجور بينيفيك معناها داكور Des vitamines pour donner une bonne mine. Et à l'étape, il a le docteur Bussiamalha et il l'applique sur le visage de Ayman. Kamana, on a tout fini. Bon, il y avait quelques petites douleurs, Ayman. Mmh. Voilà, ça va. C'est cool, ma femme est haja khalqatak. D'accord. Mais quand même, n'a-t-il le mérite. Hein, tu veux rohak? Bien, merci. Yala. دينو بروجور هذه قلت تنحى من بعد اي ولا كيما قلت لك التوكسين بوتيليك تحب لها 3 4 مشات تعطي في الريزلت نتاعها داكور او ميم طون ليدراتاسيون زاد كيف كيف ها فو ان بو دو طون سينو تاو الريزلت ما تدورش ايميدياتمون مزروب اي مزروب مي حاجه حلوه توجور كوم دابيتود افيك دكتور هادي يعطيك الصحه كيما قلنا ضيفنا اللي هو ايمن ديسيغ مازال باش يكمل معنا المشوار مازال عندنا دوتر ايتاب باش نعملوهم باش نزيدو نفرحو بايمن دايوغ باش نهزوه لغيستورون كلاوديو ها اللي هو يسي سيتوي اخ زيما سينو ايمن نمشيو كان هكا يلا اليزي بور لو غاتي قبل ما نتعداو لليزيتاب الجايين اون بتيت بوز ديجوني في ريستورون كلاوديو في سوسا خزيما ان ريستورون تري شيك Un restaurant bien réputé fait sous ça. Un profil des bonnes pizzas. Et comment? Cuisine raffinée, un kaoul har, un kaoul ahlou. Et on va se régaler avec des bonnes pâtes et un très bon dessert. La vie culinaire Mohamed Zeda عند حياة الفنان لكن il doit faire toujours attention
نقدر لكم قبيله باش ندلوا ايمن توزي فوالا توا في ريستوران كلاوديو اخزينا اون فا مانجي كيك شوز شحالك ايمن اما باغ كونتخ انت باش تدلني بعد باش تسمعني حاجه من غنيتك جدد بعد الماكله داكوغ Bonsoir, Aslama. Merci beaucoup. Nous avons une carte de Kbila. Vous avez une grande variation de menus. Oui, le restaurant est une spécialité italienne. Quand tu veux que je vous dise, sinon je vous conseille, je peux choisir les plats. Voilà, donc nous avons une spécialité du chef, une spécialité de la casa. Nous avons des entrées italiennes. Donc un dessert italien. Comme voilà, je préfère n'importe comme le panna cotta. Panna cotta, c'est très voilà. Bon. Voilà, ou avec un tiramisu, ou bien j'aime voir une chose nouvelle. D'ailleurs, nous avons déjà d'ailleurs mangé une fois sur la carte. Et là, il y a le pizza dessert. Pizza dessert. Oui. حاجه جديده الناس ما يعرفوهاش دونك فوالا لوبجيكتيف نتاعنا الناس يعرفوها و وي فوكوبا حاجه باهيه برشا فوالا Bon alors on vous fait confiance. Sinon je nous rends à part le menu qu'on va prendre à Arnalium. Arnal restaurant Claudio Marofin une spécialité italien, les à la base de pâtes fraîches et les pâtes faites maison, les pizzas. بدينا عندنا مدة من نخدموا كنا في سهلول في بيتزارية صغيرة عندنا توا فوالا بشوية بشوية لأن عطاه ربي خير وتوفقنا الأوبجيكتيف نتاعنا أني العباد تكون ساتيسفي معنا نرجع لها ساتيسفاكسيون دو كليون ولا إن شاء الله ديما نكونوا على باج بحاجة جدد كيسكو تي أون بونس دونك نستناو شوف فوالا باغ كونتخ أون في فيت باسكو جي فان لا أوكي ميرسي بوكو مرحبا بكم ميرسي عايشك قولي مالا أيمن احكي لي شنو عندك جديد في المومون لا بيريود استيفال جيماجين فما خدمة برشا خدمة والله بون جديد صح فما كليبات اللي هو تصوير والحكايات هذيك بيان سور وتحضير لي برودوي جدد خاطر نسيت ماك تعرف دو بريفيرونس تدخلوا بحاجة جديدة ونحضروا زاد إن شاء الله بيانتو دوب ما يخرج الصيف زاد فما لونسمون D'accord. Merci beaucoup. Et donc voilà, femme les mahrajanes que tu as les hommes à voir si tal, femme mystir, sousa, sfeqs, darsa, jirba, donc tourner bien sûr. D'accord, bien tourner. Voilà. Ok. On fait l'arnaï. الغنيات بيان سور فما الكليب اللي هو كما قلت لك يا ميزري حل البيبان اغنيه جديده اللي صورناها مع وهبي وكيف كيف فما تعامل اخر وتصوير اخر ان شاء الله باش يكون بعد سيف بالضبط ويكون لونسمون تاع برودوي جديد ان شاء الله بعد سيزون خاطر توا ما عادش تنجم تخلف على حد شيء دونك مع رونتري سكولير ان شاء الله يكون فما حاجه جديده اي بحول الله فما كليب اخر معنا داكور باهي ناكلوا حاجه ان اتوندون خاطر جو كومونس ا مارتا داكور اي اون بارل اونتر تان Sinon, parle-moi un petit peu de ton idée sur le relooking, qu'est-ce que tu en penses? فكرة حلوة برشا اون فيت بور توا كيما قلت انا قبيلة معناها بالنسبة لأيمن سي با فريمون ان رولوكينغ معناها خاطر إلا ديجا سون بروبر ستيل مي حبيت ميتر اون فالور اون فيت سون ايماج اون ا كومونسي باغ ليعملناه اليوم ومازال المشوار بيان سور باش يكمل دوتخ ايتاب سو سوا فيستيمونتير ولي شفو اي تو سا ان شاء الله الوغ دي موا سي سي بون اي ليبلين برشا سي بون ياسر شباب. هذيك الريزوتو ذا؟ واستيتيكمون ياسر مزيان تحس بشاي. هذا ميزون تعمل ميرسي ميرسي بوكو عايشك ميرسي.
vois bien qu'ils sont très bien glattés chez Restaurant Claudio. On a bien mangé, hein? Mais en fait, on a tout bien à voir. Allez, le panacote, ça sera pour qui? C'est pour moi. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Là, je vous dis comme un petit café. Ça va, une spécialité de la case en panne. Je vais la tâcher pour moi. Je vais la pizza du cerf. هكا ما عادش عنا بلاصه معناها وين باش نحطوها الماكلة دي الكل. Et pour terminer, un très bon dessert. Aïe Manala, cette journée, comme là, بحاجة حلوة. Alors. Mais حلو d'accord. Encore. C'est très gourmand en tout cas. Merci beaucoup, Aïcha, merci. Café à la base de pâte sucrée, à la base de pétasse. Avec de pâte sucrée. Donc, pas de chocolat. Ça se mange. D'accord. Merci beaucoup. Yatikoum Sahra. Yatikoum Sahra. Merci beaucoup. توا احنا نحكيو على حاجه حلوه حلوه اكثر من هكا ما فماش مي كومي. انا اليوم ما سمعتش حاجه من عندك. مش مستانس انت اسمه مصباح كوب غني وحدي. يسلم لي جمالك انا ما بيخطر على البال يا روحي شو بحبك انا شي فوق الخيال جمالك يا غالي سهرني الليالي ما بتسأل عن حالي ولا على بالك بال يسلم لي جمالك أنا بيخطر عالبال يا روحي شو بحبك أنا شي فوق الخيال. برافو برافو ميرسي بوكو ميرسي ميرسي يعطيك الصحة يا عيشة ميرسي جيسبر كو تا باسي ان بون مومون افيك نو اجوردي جاو بيان سور جاو مازال متواصل مازلنا كيما قلنا قبيلة باش نكملوا الغلوكينغ مع أيمن لاسير اقعدوا معنا وتابعونا بور لا سويت ا تري بيانتو.